أنا آسف جدا يا جماعة، أنا آسف آسف. أي شخص بيمر بأزمة، أنا واثق في إن ربنا من رحمته أكيد مديله قوة إنه يتحمل أي شيء. بشكر إن أنا بشكرهم لأني عرفت أوصل أو أشوف جزء من جمهور محتاج مني. والله هو جمهور هو محتاج، هو اللي يقويني. أنا آسف جدا يا جماعة، أنا آسف آسف، وشكرا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جارميني المحلوي. النهاردة أنا جاية أعقب على اللي حصل. أنا بعد ما شفت الفيديو بتاع مقطع محمد رمضان، أنا في مواقف كتير جدا بدافع عن محمد رمضان، وأنا أصلا يعني لا لي صلة بيه مباشرة ولا أي شيء، لكن إحنا عارفين كويس جدا محمد رمضان بني آدم وطني، مفيش أي حاجة تخلينا إن احنا نشك في وطنيته وفي حبه وعشقه لمصر. في الصور اللي انتشرت الفترة اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي إن هو اتصور مع إسرائيلي، طب ما في نجوم اللي انتوا شايفينهم دول كلهم اتصوروا مع إسرائيليين. هل كل نجم هيروح يتصور في حفلة خاصة أو في حفلة عامة أو في أي موقف هيسأل الشخص ده أنت جنسيتك إيه؟ ولو سألوا جنسيتك ايه هيسيبوا يجري؟ احنا ما نعرفش في ايه. هو انتوا فاضيين قوي كده؟ هو انتوا عندكم قد كده فراغ؟ بتحبوا مصر قوي كده وانتوا اصلا في التعليقات بتهاجموها وبتهاجموا رئيسها وبتهاجموا قراراتها؟ احنا هنمثل على بعض ولا هنضحك على بعض؟ فلسطين على عيننا وعلى راسنا، اهل فلسطين على عيننا وعلى راسنا، لكن محمد رمضان ما مسكش مسدس وراح قتل المسلمين ولا قتل الفلسطينيين في فلسطين. هو في ايه يا جماعه؟ ده مجرد نجم. طب ما سألتوش مين اللي عامل الحفلة؟ مين اللي عامل الحفلة؟ وفي دولة إسلامية ولا مش إسلامية؟ هو انتوا شفتوه راح إسرائيل وتصور هناك؟ الراجل عامل الحفلة في الإمارات واللي عاملها إماراتي مسلم. في ايه يا جماعة؟ في تطبيع حصل من دول عربية. ما انا مش عايزة اتدخل بس في اي حاجة، بس احنا مش بنتكلم، مش هنسيب المواقف كلها ونمسك ان محمد رمضان اتصور مع واحد إسرائيلي. اهدوا، مش عشان الولد نجم وعلشان هو محقق شهرة محدش عارف يعملها، كل ده حقد، كل ده حقد. يروح يتصور في الطيارة يقولوا انت اللي قطعت عيشه، مع ان قطع العيش والرزق ده من عند الله ايا كان السبب ايه. هو ما بيعملش حاجة، الناس بتكبر الغلطات بتاعته، كل شوية تنسبوا لينه البلطجة علشان عمل دورين ثلاثة، في حين ان في نجوم كتير جدا عملوا نفس الادوار بتاعته. انا مش هقول يا رمضان اللي ربنا ينصرك وربنا اللي عالم بنيتك وربنا يقف جنبك، لان انت دايما مظلوم ودايما بيحطوك شماعة لأي موقف بيحصل. انت ناجح وهو ده اللي مضايقهم وهو ده اللي فارسهم. ده رأيي وانا حرة فيه، وكل واحد يقول رأيه، مفيش حد يحجر على رأي حد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.